وحول هذه الكلمة ينضم إلينا من سور مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم، حول أهمية هذه الكلمة من حيث التوقيت وكذلك الرسائل ودلالتها. نعم، في الواقع ميادة، هذه الكلمة قدمت قراءة شاملة للواقع الحالي لحزب الله وللبنان، وميز فيها الأمين العام للحزب بين ثلاثة سياقات: سياق المعركة، سياق التفاوض، وسياق اليوم التالي. ينبغي الخوض بتفاصيل كل سياق من هذه السياقات، لأن هذه الكلمة حملت أبعادا متعددة، رسائل متعددة، سواء كانت لإسرائيل بطبيعة الحال، للمفاوضون، للمفاوضين سواء كانوا في داخل لبنان أو خارجه، وأيضا رسائل على المستوى الداخلي اللبناني. ضمن سياق المعركة كان واضحا نعيم قاسم بأن حزب الله قد وطن نفسه على معركة طويلة، وأنه يخوض هذه المعركة على جبهتين: جبهة العمق اللبناني، الداخل اللبناني، حيث تخاض المعركة من قبل مقاتلي الحزب، واعتبر بأن المقاتلين ما زالت لديهم القدرة على الوصول إلى الخطوط الأمامية، على إجراء التبديل، على تزويد الجبهة بالسلاح. وأيضا المستوى الثاني اعتبر بأن له علاقة بالاستهدافات في العمق الإسرائيلي، وهنا أرسى معادلة هي معادلة بيروت تل أبيب. الكلام كان واضحا اليوم عندما قال ضمن سياق المعركة بأن ما حصل في بيروت، استهدافات بيروت واغتيال في بيروت، يؤدي تلقائيا إلى استهداف تل أبيب، ومن هنا يمكن الحديث عن هذه المعادلة الجديدة، معادلة بيروت تل أبيب. هذا ضمن سياق المعركة التي أشار نعيم قاسم إلى أن حزبه يخوضها، وإن كانت تتقاطع مع سياق المفاوضات الذي سنأتي على ذكره، ولكنها تقوم على محاولة إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حزب الله لا يتصرف كجيش نظامي، ولكنه يسمح لقوات الاحتلال بالتقدم كي يتم استهدافها. هذا ضمن السياق تحديدا المرتبط بسياق المعركة. على مستوى السياق الثاني، وهو السياق التفاوضي وهو بالغ الأهمية، نعيم قاسم تحدث قائلا بأن الورقة الأمريكية وصلت إلى حزبه، وضع عليها ملاحظات، قدم هذه الملاحظات إلى المفاوض اللبناني، واعتبر في هذه تحديدا في هذه الجزئية بأن هنالك تناغم تام ما بين الملاحظات التي قدمها لبنان والتي وضعها لبنان الرسمي، نعني بذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس البرلمان، وأيضا الملاحظات التي قدمها ووضعها حزب الله. وهو اعتبر بأن هذه المفاوضات حزبه لا مانع لديه من أن تجري هذه المفاوضات، هي مفاوضات غير مباشرة، ولكنها تجري وينبغي أن تجري تحت سقفين. السقف الأول يرتبط بوقف العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان وفق توصيفه، والسقف الثاني يرتبط بحفظ السيادة اللبنانية. انطلاقا من هذه القراءة تحديدا للمفاوضات، نعيم قاسم كان واضحا بأن حزب الله يسير قدما بهذه المفاوضات، وإن كانت بشكل غير مباشر عبر الوسيط اللبناني، معتبرا أنه ليس هنالك من ضمانات بأن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بهذا المسار، ولذلك هو اعتبر وقال إن ثمة مسارين يتقاطعان: مسار المفاوضات ومسار المعركة التي ستكون مستمرة في مقبل الأيام، معتبرا بأن هذه المعركة التي تخاض هنا في جنوب لبنان إنما تأتي في نفس السياق، سياق هذه المفاوضات وهذه البنود التي يجري العمل عليها حاليا في محاولة للتوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي الشامل ووقف الاعتداءات، وأيضا لا خرق للسيادة اللبنانية، معتبرا بأن أي تفاوض وأي سقوف ينبغي للمفاوض اللبناني وللمفاوضات أن تصل إليها ينبغي أن تحترم السيادة اللبنانية تحديدا، معتبرا بأنه يجب عدم التخفيف من هذه الأهداف والتقليل منها، وأن الوصول إلى لحظة الانتصار يعني بعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بتحقيق أهدافه، سواء كان هذا الأمر على مستوى المعركة الميدانية المباشرة أو على مستوى التفاوض، بمعنى وفق توصيفه الانتصار يكون بمنع الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق ما يريد منه من أهداف ضمن إطار المسار التفاوضي.
السياق الثالث وهو أيضا ما يدا سياق بالغ الأهمية هو سياق اليوم التالي. هنا دخل نعيم قاسم بتفاصيل هذا اليوم التالي ورؤية حزبه لهذا اليوم، وهنا كانت الرسائل متعددة سواء للداخل اللبناني أو للخارج. هو اعتبر بأن حزب الله سيستمر في موقفه الذي كان قبل هذه الحرب، قبل هذه المعركة، سواء كانت معركة إسناد لغزة وانطلقت في أكتوبر العام الماضي، أو ما يصفه بالعدوان الإسرائيلي الشامل منذ لحظة تفجيرات البيجر. اعتبر بأن حزب الله سيعود إلى ممارسة نفس السياسة المقاومة التي كان يمارسها، وهنا أعاد التذكير بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. هذا التذكير بالغ الأهمية، بمعنى أن الرسالة هنا هي بخصوص اليوم التالي، بأن أي أحد يراهن على ضعف لدى حزب الله في اليوم التالي أو من خلال المفاوضات وضع شروط معينة تخفف من الإيقاع السياسي لحزب الله، فإن حزبه غير معني بها، وهو معني بإعادة إنتاج المعادلة السابقة التي كانت قد تبنتها البيانات الحكومية لناحية الجيش والشعب والمقاومة. هنا دخل بتفصيلات محددة وهي رسائل بالغة الأهمية. اعتبر بأن حزب الله معني في المرحلة اليوم التالي بتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وفق الأطر الدستورية، وأيضا هو يعمل تحت إطار وتحت سقف اتفاق الطائف. هذه أيضا نقطة بالغة الأهمية والدلالة، مشيرا إلى أن حزب الله معني بإعادة الإعمار، وكذلك معني بأن يكون حاضرا على المستوى السياسي. لماذا هذه الملاحظات مهمة للغاية؟ لأنه يحدد خارطة الطريق لكل من يعنيه الأمر، سواء كان هذا الأمر في لبنان أو خارجه، بأن من يعمل حاليا على إعادة تشكيل للمشهد بكامله، سواء من خلال مسار المفاوضات وما قد تنجم عنه، ليس فقط على المستوى الميداني العسكري المباشر المتعلق بالبعد العسكري، ولكن أيضا بالبعد السياسي. هو يؤكد على هذه النقاط الأربعة، بمعنى أن حزب الله يعمل ضمن كل المعادلة السابقة التي قامت على ما يعرف هنا في لبنان بشكل واسع بالجيش والشعب والمقاومة، أي بقاء سلاح حزب الله، بقاء سلاح المقاومة. هذه النقطة بالغة الأهمية. أن يقول بأنه معني بتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، وأنه سيعمل تحت إطار وتحت سقف اتفاق الطائف، وأنه معني أيضا بإعادة الإعمار، هذه رسالة ولا شك ستصل ليس فقط إلى المفاوض اللبناني، ولكن أيضا للمفاوض الأمريكي وللمجتمع الدولي، وأيضا إلى كل الدول الإقليمية المعنية بالمسار المقبل، مسار ما بعد انتهاء الحرب. إذا أدت هذه المفاوضات الحالية ضمن المسار الذي تحدث عنه للوصول إلى لحظة وقف إطلاق النار، هو يقول بأننا وبعجالة الآن ضمن ثلاثة مسارات. المسار والسياق الأول هو مسار المعركة المستمر، المسار التفاوضي مستمر ولكن بالتزامن والتوازي مع الحرب ومع مسار المعركة، وأيضا البعد الثالث يرتبط بأن هذا المسار، المسار التفاوضي المتوازي مع مسار الحرب، إذا ما أدى إلى وصول إلى لحظة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينبغي أن يراعي كل هذه النقاط على المستوى السياسي المرتبطة بدور حزب الله في كامل المنظومة السياسية، العمل السياسي الداخلي. ومن هنا الإصرار على هذه المعادلة عندما أتى على ذكرها، بمعنى هذه المعادلة التي وردت في البيانات الوزارية السابقة، الجيش والشعب والمقاومة، من خلال هذه العبارة تحديدا التي كانت ترد دائما وكان تحصل بعض الإشكالات الداخلية عليها قبل أن يتم اعتمادها في البيانات الوزارية لكل الحكومات الوليدة، بأن عبارة الجيش والشعب والمقاومة تحديدا هي تؤدي إلى استمرارية بقاء سلاح حزب الله، لأنه بوصفه سلاحا للمقاومة. وبالتالي ضمن كل هذا المعيار وهذا السياق، يمكن أن نقول بأن هذه الكلمة جاءت ضمن إطار السياق الواضح للمفاوضات لترسم معالم الطريق وكيفية مقاربتها من قبل حزب الله في المرحلة المقبلة، لا سيما بأن عم سوكستين وهو يغادر لبنان الآن باتجاه تل أبيب، يعمل على الوصول إلى تسوية قد تترتب عليها مترتبات خلال الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة على الإطار السياسي اللبناني الداخلي. شكرا جزيلا لك منصور، مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم.